من الستينات لين 2004 وانا بخدمه الحكومه اول عسكري في الحصن. تميت مده طويله في الحصن هذا سنين. عقب ودونا الرابي في السبعينات الله يرحمه الشيخ زايد، ولا دولة الامارات كلها على قلب واحد وراي واحد وصبح هو الرئيس. الاسم خميس احمد خميس النحوي من اهالي النحوه. بعد ما تزوجت انتقلت لاخور فكان وتوظفت وظيفه عسكري في الحصن عند الوالي اللي محمد عبد الجبار اسمه، والقاضي واحد اسمه عبد الجليل عسكري بندقيه ومحزم وفي الاوامر. يوم يسيروا الولاي مكان او الشيوخ المنطقه الشرقيه نرابعهم يسير وراهم عباره مثل الحرس احنا عليهم. انا في الستينات استلمت وظيفتي قبل اتزوج، صرت الكويت، تميت الكويت 4 سنوات وجيت وتزوجت. عقب ما تزوجت والي البلد قال لي باك عسكري لا تشيل الكويت، عادي ناهي ورجعوني من الشارقه، قال لي باك عسكري عد انت. وجيت هنا وضويت على اهلي المغارب، قال كيف ريادتك مسافر الكويت؟ قلت الوالي البلد يبوني عسكري عندهم، وقال يا باكر تعال استلم البندقيه مالك والمحزم هذا عليه فيه 50 طلقه وتكون عسكري عندنا عاد في الحصن. وسيره الولاي السير منه اني منه واحد يسوي زله نطرشونا نجيبه، اول ما في سياره نشعرونا يبنا حضرنا هناك. صار سؤال يواب ما يواب، اللي تبى القاضي حولها الوالي البلد على القاضي، واللي كذا يسدوا ارباحهم اسدوها، واللي ما عنده شيء بسط مثلك وشرواك وتكلم قال نحن نضمن عليه والرجال ان شاء الله بيجيب حقه وبيجيب ما ندري ايش، ولا مسوي خطا ان شاء الله ما بيعود يسوي خطا وان شاء الله واحنا ندور واحنا مثل جلسه اصلاح الصالحه. الوالي مش الامور ويعرف الناس، لكن الحق ما منه مزعل، لو انت عليك حق لي ولا انا علي حق لك لازم اخوانا وربعنا يسدونا، تدفع شيء تطلب مهل شيء وهالشكل. وعشت من الستينات وانا عسكري، وفي السبعينات بدونا الحصن هذا يسموه الرابي، كان هاي البلاد من الغرب ماشي بلاد، هذا السيح والرابي هذا يرعب البلاد من الشرق ومن الغرب اللي جاي، يسموها الدرب يسموه اليايز الطريق يايز ولا الدرب ما يسموها الرستة. الرستة يوم يت السيارات، هذا الحصن كان عود مكان عود، وفي مربعات تنتين واحدة من الشمال وواحدة في الجنوب، وفي ديوان يسموه أول يسمي ميلس الزمن الأول الحين يسموه ديوان، أول ميلس، ميلس فوق وميلس تحت، هاي للولاي وللضيوف يوم يجوا، ويوم يجوا هالمشاكل بينهم ويسدوهم يجلسوا هنا، وحيرة داخل يوم يبوا يختصروا فيها ياخذوا معلومات وكذا. وفي من الشرق مكتب يسيلوا الاسماء يسيلوا هذا موظف واحد وعنده، وفي من هناك مخزن عود يسموه مخزن من الاول، يشيلوا يحطوا فيه التمر مال الزكاه مال الزكاه كله يحطوه هناك. وفي شريشه هنا، والشريشه عداليها صيخ، صيخ حديد طويل، والصيخ هنا له حلقه هالشكل، يوم نحبس واحد الصيخ حطينا ريوله هالشكل، حطينا الحديده هاي اسمها حلقه هنا ونقفل عليه، ولا امر يا فرجوا عنه الرجال ابطلوا انبطلوا ونودي سيد عند الوالي، عسكري وراه ويمشي وعسكري وراه بندقيتك وباطل ولا في ايدك. دخل العسكر قال اسمحوا لي خلوا يبات، بطلنا لي الباب مال الحصن، كان لي بيبان ثمينه واحد عود وواحد باب صغير منه، وبطلناه وظهر. وفي باب منه حق المكتب هذا اللي فيه كتبوا فيه الملفات فيه الاوراق فيه كل شيء هنا. احنا عاد اذا صار حد عند الوالي ما نصير كلنا. وفي الليل زام انا وياك، وزام الثاني باكر عند واحد غير ناس غيرنا، احنا 4 5 6 من غير الكتاب. الكتاب مهلتهم تسجيل وش استوى وش سوى وش لفلان وش ما لفلان،
وشو ملفات، حين نسميه دفتر أول، حين يسموه ملف. زين السيل الصلح الاستواء دفع المبلغ كذا، بقى عليه كذا، فلان داوم، فلان مريض، فلان سافر مكان من هذا، كله سيل في الدفتر هذا. وبعدين عسكري ودون الرابي، وبعدين كنسلوا الرابي، قال ما لازم ناس يظهروا ويجيب الفوق وكذا، حولوني على الكهرباء. تميت في الكهرباء إلين 2004. 2004 تقاعدت، والحكومة ما قصروا، كرموني وايد كرم. من الستينات وأنا عسكري، وفي السبعينات بدونا الحصن هاي يسموه الرابي، كان هاي البلاد من الغرب، ماشي بلاد هذا السيح، والرابي هذا يرعب البلاد من الشرق ومن الغرب اللي جاي، يسموها الدرب، يسموه اليايز الطريق، يايز ولا الدرب، ما يسموها الرستة، الرستة يوم يت السيارات، هذا الحصن كان